1038 متجهة بمشيئة الله إلى مطار حمد الدولي. نود أن نرحب بحضرات السيد أعضاء نادي الامتياز وأعضاء برنامج المسافر الدائم التابع لتحالف العالم الواحد. للمسافرين رغبين في الاشتراك في برنامج نادي الامتياز الحائز على جوائز عالمية يمكنكم الاستفسار من إحدى أفراد طاقم الضيافة. سرنا أن نعمل بأن هذه الطائرة مزودة بنظام أورسون في استعدادا متفائلة من جميع المسافرين لبقاء جميع الأجهزة الإلكترونية على وضعية الطيران إلى أن تهبط الطائرة. كما نود أن نذكر حضرتكم بأن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية غير مسموح به على مدى هذه الرحلة. سنواتكم عودة الطائرة من أولادنا إذا نرجو من حضرتكم الانتباه إلى الشريط الذي سوف يعرض عن السلامة العامة بعد قليل. نتمنى لكم رحلة سعيدة من نعمة خطوط الهواء القطرية وشكرا. On behalf of Qatar Airways, the One World Alliance, Captain Amin and our team of cabin crew, it is my pleasure to welcome you on board Qatar Airways Flight Care 138 to our home, the state-of-the-art Hamad International Airport in Doha, Qatar, a flight operated in conjunction with our culture partner Sri Lankan Airlines. We would like to extend a special welcome to our privileged club members and also to members of the One World Frequency program traveling with us.